تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. أوميد خوشناو يقول إنه يتعين على صاحب مشروع زيرين سكني إصلاح الأضرار، ولن يتم الإفراج عنه لحين تأهيل منازل المواطنين. وسليمانية تعلن أن 13% من السكان تلقوا لقاح كورونا، وهي نسبة ضئيلة جدا. وميقاتي يقول إنه اتفق مع عون على خريطة طريق لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع السعودية. وطفلة تحرج أردوغان على الملأ وتزاحمه على قص الشريط رغم تحذيره لها. وصدمة لامرأة مسنة بعد اكتشافها ماسة ثمينة تساوي ملايين كانت على وشك التخلص منها.